سننتقل الآن إلى الأردن. مشكلة المخدرات مشاهدينا ومستمعينا من أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه العالم كله، وطبقا لتقديرات المؤسسات الصحية العالمية يوجد حوالي 800 مليون من البشر، تخيلوا الرقم قديش كبير، يتعاطون المخدرات أو يدمنونها، وللعالم العربي حصة لا يستهان بها. هذا الوهم القاتل الذي انتشر بين شبابنا بشكل جنوني يهدد مجتمعاتنا، يهدد استقرارنا، وأيضا يهدد تكاتفنا. من الأسرة إلى المجتمع كلنا مسؤول، وكي لا تخسر ابنك أو ابنتك حتى جراء جرعة زائدة أو تنظر إليه وهو يدمر مستقبله بجناية ستلازم طوال حياته، كن أكثر وعيا. ففي الأردن مثلا لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا العلاج. لا تستهينوا إذن بحبة أو نفس حشيش لأنها بداية طريق الهلاك، فإن أدمنت وتورطت بما هو أكبر كم صعب هو الرجوع. متابع. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا شباب على السيارة. هذا موجود بالداخل المنزل. كلبشات أو قيد حديدي في أيدي المتعاطين والمروجين، ما هي إلا بداية الطريق إلى سجن تسلب فيه حرية إنسان اختار أن يسلك مسار الوهم القاتل، ألا وهو المخدرات. من خصائص مدمن المخدرات أنه يحاول باستمرار جلب أصدقائه لمجتمعه، كونه مجتمعه يكون مجتمع غريب، لأنه دائما مدمن المخدرات يصبح إنسان انطوائي. لهذا يسعى دائما مدمن المخدرات أن يستقطب أصدقائه المقربين منه للدخول في عالم المخدرات وإدمان المخدرات. الهيروين، الكوكايين، الحبوب على أشكالها، وأخيرا الحشيش، أشكال ومسميات متعددة تفنن صانعوها في طرق تهريبها وترويجها، حتى غدت آفة مستشرية بين شباب ظن أنها وسيلة للهروب من واقع يتسم بالسوداوية، لكن الحقيقة أنهم رموا بأنفسهم إلى التهلكة. أول شيء طريق إلى السجن. الشيء الثاني، هنالك قيود أمنية على أي شخص يتعاطى المادة المخدرة. هذه القيود تمنعك من الوظيفة، تمنعك من السفر خارج البلاد إلا ضمن أمور معينة وضمن قيود معينة، تمنعك حتى من إتمام علاقات اجتماعية بشكل ناجح وبشكل مناسب. بالإضافة للشيء المهم بأن سيجارة الحشيش هي بداية طريق المخدرات، يعني قد يقودك الحشيش إلى مخدر أقوى من الحشيش ومخدر أعنف من الحشيش، على سبيل المثال كمادة الهيروين. والمعروف مادة الهيروين مادة صعبة جدا وإدمانها صعب جدا، ونسبة الشفاء من مادة الهيروين يكاد يكون ضئيل جدا. هي يعني لحظة ضعف للواحد انه بس يشوفها بضعف. لما تسمع كلمة هيروين بضعف الواحد الا بدي يشربها، يعني لو بقول خلص بشرب نتو وبعدين خلص ما بطل اشربها.
بعد ما ياخذ النتفة هاي بتلاقيه شوي 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 بس نسحب بصير ياخذ بكل زيادة. فهم بيدوروا على الواحد اللي بيكون معه مصاري بشربوا اياها ببلاش اول شيء، بعدين بصير يشربها بمصاري، بصير يعطي بقول له بدي اروح اجيب اعطينا مصاري، بصير ياخذ المصاري منه. هذا المدمن ما هو إلا واحد من مئات الحالات التي استطاعت السلطات الإمساك به ليتلقى العقوبة التي تناسب جرمه، لكن القانون أوجد مخرجا لكل صحوة ضمير، حيث أسست مكافحة المخدرات الأردنية مركزا متخصصا لعلاج المدمنين بهدف إعادة تأهيلهم نفسيا وجسديا ليعودوا لمواقعهم في البناء والعمل. احنا مركز علاج الادمان التابع لاداره المخدرات هو اقدم مركز متخصص على الساحه الاردنيه في علاج الادمان، تم انشاؤه سنه 1993. السبب كان الاستجابه للحاجه الملحه لايجاد مركز علاج، لايجاد ماوى للاشخاص مدمني المخدرات اللي سوء حظهم قادهم لادمان المخدرات، لانه احنا بنؤمن انه ايجاد فرص للعلاج هو باب من بوابات حل مشكله تعاطي المخدرات بشكل عام. كل ما بتذكر الشغله هذه يعني بتمنى اموت والله العظيم، لانه يعني بكفي هاي لحالها. الادمان ضياع ضياع، يعني اعضاء السوق هم اللي بيخلوا الواحد يدمن ويشرب مخدرات. هاي دموعك، هاي دموعك هلا، هاي دموع الندم ودموع انا ما يعني معلوم ندم معلوم شو ضيع شبابي. انا 40 سنه ما اكون مدمن، انا 40 سنه كيف كنت عايشه؟ انا عندي 7 بنات وولدين، عندي كلهم متجوزين يعني الحمد لله، وبعدين ما حداش بيعرف من اهلي او من جماعتي انه انا بتعاطى. تلعب الأسرة دور مهم جدا في أن تكون أسرة متكاتفة، أسرة متابعة لأولادها وأبنائها في مرحلة المراهقة خصوصا، حتى نراقبهم بحيث أنه نضمن أنه ما يقعوا بهاي الآفة. لا سمح الله في حالة وقوع الشخص بآفة المخدرات يطرأ على الشخص في حالة تعاطي المواد المخدرة وإدمانه إلها تغيرات طبيعية. لا يوجد معيار محدد لكل الأشخاص أو ستاندرد لكل الأشخاص، لكن لابد أن الأسرة تشعر بتغير في حالته الصحية، في حالته النفسية، في طبيعته سلوكياته اليومية زي النوم الأكل الشرب، في تبريره للحصول على المال. في لي أخو توفى أنا من هالمادة هاي، أخذ جرعة زيادة وتوفى. والله أنا بدك الصراحة أنا تفاجأت بي أنا لما كان يتعاطى، لما جيت عليه ولقيته متعاطي تفاجأت، لأنه لما حكى معي قال لي أخوي أنا تعبان وما تعبان، ما بعرف أنه تعبان أنه ماخذ إبرة كان ضرب حاله. لما رحت عليه الدار لقيته ميت توفي من وراء الإبرة. قيد حديدي ولا أقسى كبل اليدين قد يفك بعد حين، لكن قيدا آخر سيبقى ملازما مدمرا لحياة إنسان آخر اجتماعيا عاطفيا نفسيا وجسديا. شبابنا الغالي، أنتم صناع المستقبل والخيار لكم. طبعا بعد التقرير قدمنا لكم هذا الكليب، وهو عبارة عن يعني توعية لشبابنا لكن باللغة اللي هم بيحبوا يسمعوها. يعني بكل الأحوال شكر كبير أيضا لمكافحة المخدرات الأردنية اللي أمنت لنا الحماية الكاملة. شكرا أيضا لمحمد القيسي المونتير في مكتب عمان اللي تعبتوا معاي. بكل الأحوال سنناقش هذا